الدولة الاجتماعية كما بغاها صاحب جلالة الله ينصره. كنهبطوها للميدان. الصحة راكم شفتوا يعني لي فور اللي كنعملوا ديال الاستثمارات. التنزيل كذلك ديال القطاع ديال التربية يعني حتى هو راكم كتشوفوا لي فور، وحتى ريفورم يعني حتى إصلاح ما سهلش. كاع الإصلاحات كتكون صعبة وهذا الشيء في العالم كله، ولكن الإصلاحات كتبغي نوعا ما من الشجاعة، لأنه بغينا نبدلوا يعني الأمور باش يعني ولادنا وعائلتنا يلقاو في الصحة داكشي اللي بغاو، ويلقاو في التعليم داكشي اللي بغاو في المستقبل إن شاء الله.